بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله. مرحبا بكم مع ام تسنيم. اليوم ان شاء الله كما راكم تشوفوا جيتكم بطبق لي الشواء والطريقه كيفاه نشعلوا موقد الفحم او الشوايه بالعاميه عندنا هكذا. كما راكم تشوفوا انا الزوج تاعي اللي راهو يشعلها يعني دائما، انا نوجد اعواد الشواء وهو اللي يهتم بتوقيد الفحم. لهنا كما راكم تشوفوا حط الفحم في الشوايه، ومن بعد جاب الكرتون الخاص بالبيض داروا طبقات وحط فيه شويه شحمه. كما راكم تشوفوا لهنا راهو حطوا في وسط الفحم وراهو يغطي فيه هنا اعواد خشبيه فقط. كما راكم تشوفوا لهنا هذا كامل باه يعاوننا باه نشعلوا الشوايه او الفحم. هكذا راهو يحط في الاعواد الخشبيه وبزياده يزيد الشحمه من فوق. الشحمه هي الصح في التوقيد، يعني اللي عندها شحمه ما ترميهاش، ضروريه جدا. لهنا هاوليك يحط بزياده هكذا. لهنا الشوايه ثاني الكبر تاعها ضروري، اذا كانت كبيره راح يكون احسن. لهنا ديجا راه شعل الكرتونه هذيك الخاصه كما نقولوا كما راكم تشوفوا لهنا راهي تاع البيض باينه، شعلها ويحطها من التحت لهنا هكذا حتى تشعل غير بشويه. دوك تبدا تشعل، مش راح تطول نهائيا، راح تديكم دقائق فقط في التوقيت. هذه الطريقه راهي مليحه، راني على بالي كاين بزاف يعانيو من طريقه توقيد الفحم. هكذا راهو يحط في الشحمه من الفوق، حاولوا هكذا غير بشويه فقط حتى تشوفوها جوست، يعني تشوفها فقط راهي ليه تبدا يبدا الفحم هذاك يشعل. هكذا جوست تشعل النار، نهزوا الفحم ونحطوه على النار هكذا بهذه الطريقه. يا مباشرة يعني جوست تبدأ تشعل في وحدة فقط من الفحم راح يوقد الكل بهذه الطريقة. هنا النار ضرورية تكون هكذا، والشحمة هي اللي راح تخلي الفحم يتحمر ويشعل. هكذا راهو يهز في الفحم ويحط على النار هذيك باه ليه يتحمر. لهنا ماشي شرط الراجل اللي يقوم بهذا الامر، المره ثاني سهله جدا الخدمه هذه، مش ضروري الزوج اللي يقوم بالخدمه هذه بهذه الطريقه. لهنا دقائق فقط راح يشعل لنا هذاك الفحم. هكا على هنا كيما راكم تشوفوا هاي لك النار راهي شعلت بالكامل والفحم راه بدا يتحمر من تحت. لكم تلاحظوا ديجا التحتاني هذاك راه تحمر بهذه الطريقه. رانا بالعاني طفينا الاضواء بيبان لكم الفحم كيما راهو شاعل. هاولك هايلك شعلت لهنا، صدقوني ما داتش وقت خلاص. هايلك التهبت. درك نحاولوا نفرقوا هذاك الفحم اللي كنا حطيناه على النار، نفرقوه. لما تفرقوه راح يزيد هو اللي يزيد يشعل بقيه الفحم. هكذا والنار هذيك راح تطفى. ايوه هكذا بهذه الطريقه. نحتاج ثاني مجفف الشعر، دوك نستعملوه لما نحطو الشواء.
هكذا راهي شعلت بالكامل. بطريقة هذه تشويو اللحم تاعكم بشكل جيد. اذا هنايا انا كنت وجدت اعواد الشواء، لهنا قطعت اللحم، لهنا ضروري اللحم يكون مقطع قطع صغيره، ما تقطعوش القطع كبيره. لهنا راني ندير قطعتين من اللحم وندير قطعه من الشحمه. الشحمه ضروريه جدا جدا في الشواء، صدقوني لما تتشوى راح طعمها يتبدل بشكل نهائي حتى تقدروا تاكلوها. اذا وهنايا نحاول اني نملح، سواء تملحوا هنا ولا على الشوايه كما تحبوا. لهنا نضربوا شويه بمجفف الشعر، هاي الكورة راه يستعمل في مجفف الشعر. لهنا بزيد الجمر هذاك زيت تقوى هكذا، ما تحطوش والنار شاعله، ضروري النار تتهدن بها تحطو هكذا، باه الشيء اول الشواء يكون على الجمر مش على النار. لهنا قلت لكم اذا كانت لكم شويه كبيره راح تعاونكم بزاف. لهنا راه يزيد من اللحم الجهه الثانيه، انا شخصيا نحب الشواء يكون مملح جيدا. هكذا ليه ليه يعني في وقت قصير الشواء راح يكون واجد، صدقوني. هكذا راح يقلب هنا، حطوهم المره الاولى جوست شويه فقط باش ما يلصقولكمش، ومن بعد قلبوهم للجهه الثانيه هكذا. انا راني نشوي برا في الهواء الطلق، عندي حوش عربي نشوي فيه هكذا، ما نديرش الدخانه في البيت. اذا هكذا كما راكم تشوفوا الجهه التحتانيه، دوك نعاودوا نقلبوهم على الجهه الاولى خلاص هكذا. اذا طريقه الشي راح تكون سهله جدا، وبصح كامل في توقيد الفحم. اذا هكذا هنايا راه موجدو، قلت لكم يعني دقائق فقط يكونوا وجدين. انا ما نبدلش الشوايه هذه باي طريقه، شفت يعني عده طرق كيفاه يشوي، خلفت الشوايه يقول لك يخرج نفسه، لكن لا لا، شوفوا اللي هنا يخرج يشهي ما شاء الله. ايضا راه وجد معنا هنايا، راه يشهي فيكم. اذا هذا هو الشواء في الطبق النهائي كما راكم تشوفوا هنايا، ويخرج لكم لحم طري جدا. هنا نعرفوا لحم خروف الطري، هذا لحم العيد بالطبع. هاولك طري ما شاء الله وطايب بشكل جيد، ولكن حنعاود نهضر لكم لان قطع اللحم تكون صغيره، اذا كانت صغيره راح تتشوي لكم فاسيلمون، اذا كانت كبيره راح تطول. طبعا ديروهم قطع صغيره ان شاء الله راح تعاونكم. اذا نتمنى ان شاء الله تكون فكرتي لليوم عجبتكم، ابقى لي غير نقول لكم شهيه طيبه والسلام عليكم.